ده كان عرض لحالة الطقس داخل وخارج الجمهورية. طيب ماذا بالنسبة لأسعار العملات وأسعار الذهب؟ ده هنعرفه بالتفصيل واحنا مع بعض. في البداية بنبدأ بأسعار العملات، والدولار الأمريكي اللي سجل شراء 18.89 جنيه بالنسبة للبيع 18.95 جنيه. اليورو شراءه سجل 19.13 جنيه بالنسبة للبيع 19.43 جنيه. الجنيه الاسترليني أعتقد مستقر من أكتر العملات اللي بتطلع وتنزل، 22.51 جنيه للشراء، 22.85 جنيه للبيع. بالنسبة للريال السعودي 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. والدينار الكويتي سجل شراء 59 جنيه و8 قروش وبيعه ب 61 جنيه و66 قرش. ننتقل سريعا لأسعار الذهب، وفي البداية عيار 18 سجل 845 جنيه، عيار 21 سجل 986 جنيه، بالنسبة لعيار 24 فوصل ل 1127 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سعره 7888 جنيه.